Good morning, my people. حبايبي شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم نسوي مراجعة سريعة عن unit 3 بالكراسة، أوكي؟ وإحنا ماخذين الكراسة. لاحظ هنا عندنا أول شيء الأعضاء الجسم، إحنا ماخذين الأعضاء الجسم، مو صحيح؟ ماخذين أعضاء الجسم، راح أعيدها مرة ثانية. نقول هنا عندنا read and label the picture، يعني اقرأ الليبل مال الصورة. لحظة، عندنا head eye nose ear mouth shoulder tooth hand هنا عندنا thumb هذا البي سايل، لما نقول thumb زين. back knee هذا الكي يكتب ولا تلفظ، knee foot هذا leg هنا عندنا toe اوكي okay. زين كنا هنا، لاحظ هنا عندنا شنو listen and how we say spell these words، يعني اسمع شلون نرد املاء هاي الكلمات. هذا هنا knee هذا كي موجود، هذا كي silent thumb هذا البي silent عندنا irregular plural يعني الجمع غير قياسي tooth foot زين عندنا هنا هاي ما كاتبها قلنا نستخدم اللي هي والشي والأدوية has I we you they تستخدم وياها have he has a cold she has a toothache هنا نقول he has a headache a stomach a temperature a rash a cough هنا عندنا an Eric هنا a sore throat a broken arm هاي احنا كلها ماخذيها بس نسوي مراجعة سريعة. هاي التمرين نزلت لكم اياه هذا التمرين نزلت لكم اياه. كنا read and match these sentences مثلا go, wear, drink, take, eat مثلا go to bed أو go to school يذهب, wear يرتدي warm clothes, drink يشرب drink مثلا something hot يشرب بعض شيء حار, take يأخذ then take a tablet يأخذ الدواء, eat يأكل lots of food يأكل كثير من الفواكه. زين عندنا هنا هاي الكلمات المتقاطعة عندنا هنا, لاحظ هنا عندنا هاي الكلمات مثلا الهيد نكمل الكلمة المفقودة هذا مهم, stomach throat هاي هم راح أدرس لكم إياها, cough rush toothache نكمل الكلمة الباقي مالتها اوكي. هنا قلنا كل واحد حسب الدولة اللي عنده مثلا هنا حسب الدول الموجودة عندهم لمعالجة السعال, كيف نعالج السعال والبرد, توجيه ما معنى advice توجيه النصيحة, كل واحد حسب الدولة. مثلا in China الناس يستخدمون اكو بعض الكلمة مثلا جذور زنجبيل زين, بعض الكلمات مثلا onion يعني بصل اللي يستخدم مثلا garlic يعني ثوم زين, اكو بعض الكلمات حتى تعرفوا مثلا mixed يعني يختلط, كلمة mix يعني يختلط. راح اكتب لكم اكو بعض المعاني هم راح اكتب لكم اياها خاصة ما ملاحظين عليها شيء. هذا هم قلت البارحة نزلت ان شاء الله, اتمنى تكونوا انتو حليتوا دزيتوا لي اياها, بس ما اريد بدون مساعدة الاهل ولا تباعوا لي الكتاب, جرب روحك. نزلتكم المعاني مالتها حتى تحلوا حياة المعاني. مثلا كنا درين يشرب, فيل يشعر, وير يرتدي, بريك مكسور, جو يذهب, بورن يحرق, ايد يأكل, بوت يضع, هاي احنا كلها ماخذيها صحيح. زين نرجع على هذا الضمائر الانعكاسية اللي هو الفاعل نفسه هو مفعول به, سيلف مع المفرد وسيلز مع الجمع. مثلا I فاعل شنو مفعول به مالته, myself they شي يصير themselves, السيلف هنا في حالة المفرد من نحول إلى الجمع هذا الاف
يتحول إلى في ثم أضيف إس. أوكي حبايب، الوي شو يصير؟ ourselves ourselves he himself he himself my sister اللي هو ضمير الشي شو يصير؟ herself herself my cat اللي هو جمال شو يصير؟ itself itself. زين عيني؟ زين احنا عندنا listen and say the rhyme. هنا the self rhyme. I look in the mirror. أنا أنظر في المرآة. ما معنى mirror؟ مرآة. What do I see? I see myself look at me. أرى نفسي يعني I look look at me يعني أشوف نفسي تشوفني. I pick up my phone. I pick up my phone. And what do? I take photo of myself. يعني شنو؟ يعني التقط صورة لنفسي. التقط صورة لنفسي. زين هنا عندنا هذا كلش مهم. قلنا هذا المعاني مالتها قلت لكم عليها. مثلا ما معنى scroll up and down؟ هذا الشرح مالتها. search اللي هو بحث. click يعني اضغط. هنا enter icon يعني ايقونة انترنت. هنا touch screen اللي هو شاشة اللمس. كل واحد والشرح مالتها مطينا اياها. هذا التمرين اعطيتكم اياه قلت لكم عليه كلش مهم. هذا وزاري شرحناها. قلنا go online يعني يتصل بالشبكة. search يعني يبحث. key ان يعني ينقل. press يعني يضغط. navigate يعني يتصفح. click يعني ينقر على. click يعني ينقر على. وهذا الأجوبة مالتها. هاي الأجوبة مالتها قلت لكم مهم. اوكي زين هذا دا يحكي عن الايميل. هذا دا يحكي عن الايميل علمتكم عليها وان شاء الله راح انزلكم الايميل هم. زين زين هذا زين هذا تصحيح اكو بعض الكلمات بها خطا. بعض الكلمات عندنا خطا. لاحظوا مثلا عندنا كلمه لاحظ عندنا هنا الوورد عندنا الخطا مالتها. زين هنا on web شو يصير؟ online زين web a place يصير web page زين هنا بدل now it يصير key in زين clock on يصير click in زين عندنا هنا school يصير scroll and interesting يصير internet احنا هاي صححناها. زين هنا house شي يصير mouse. their house شي يصير محيات الكلمات صلحناها. الاولى internet ثانيا online ثالثا website ثالثا هنا شنو key in for click on number 6 address number 7 scroll number 8 mouse. اوكي زين احنا هذا كله احنا شارحي. اوكي راح نجي لورا. لاحظ هنا عندنا look اللي هو شنو هو انظر. the internet the web عندي كلمة the اللي هو معناها شيء وحيد او فريد. الانترنت وحده. الموقع واحد. the sun the moon the world the rivers اللي هو the Euphrates and the Tigris. الشمس اللي هو the sun اللي هو شمس واحد. قمر واحد. نقول العالم هو واحد. الانهار the Euphrates and Tigris الدجلة والفرات. مو صحيح معناها ذا نستخدم مع الشيء الوحيد. زين نجي هنا الكلمات الموجودة. هاي قطع احنا قريناها. لاحظ هنا يقول write the missing verb يعني اكتب الافعال المفقودة. هذا اللي 6 ways بيوزاري اللي save in online. هاي الكلمات مطينيها نخليها هنا. الشد والشد اللي هم شرحناها. زين نجي هنا المعاكسات. easy hard interesting boring nice bad friendly unfriendly helpful شن ضيف له unhelpful save unsafe. هاي هم قلت لكم عليه مهم. هذا هم احنا قاريها مال my top by باسم. هذا سويناها هم. الترو فولس مالته هم جدا
قريناها وفتحنا المعاني مالتها زين. قلت لكم انتبهوا عليها، هذا هم مهم، يجي وزاري على شكل قطعة، على شكل تمرين، احتمال تعطيكم التمارين بدون قطعة، هاي المهم تنتبهون عليها. وهاي المعاني مالتها هم قريناها وشفناها، وشوف الفيديوهات الموجودة بالقناة حبايبي. فبدنا نسوي مراجعة سريعة. هنا يقول لك say cover and write check knee، اشوفه بعدين اغطيه واكتبه knee thumb stomach cover. اوكي حبايب، هاي كانت مراجعة عن اليونت 3، واحنا تقريبا صارنا 20 يوم، 25 يوم احنا في هذا اليونت. ان شاء الله راح انزل بعد بعض المعاني والاشياء المهمة، ان شاء الله تكون كل شيء واضح. واللي عنده اسئلة واستفسار يسألني على جروب واجبات سادس، وراح افتح هسه الجروب انجليش سادس هم حبايبي. ان شاء الله يا ربي الله يوفقكم وصحة وعافية، وان شاء الله اتمنى تكونون استفاديتوا من اشياء والملاحظات زين، وان شاء الله انا موجودة شو تحتاجون تدللون، والله يوفقكم والنجاح الدائم والمستمر حبايبي.